أحب تحليل خلفيات الأمور. نعم. أنايس، أنت أذكى بكثير من النزول لهذا المستوى. إذا كان الذكاء يعني الملل، فلا أريد أن أكون ذكية بعد اليوم. بالمناسبة تفضل الحل. رائع. دامبول، أريد التحدث إليك. انظري في عيني. لما لا تطلبون مني اللعب معكم؟ لأننا نعرفك تحبين التركيب. صحيح، أحب التركيب، لكنني أود المشاركة في ألعابكم ولو ليوم واحد. ليوم واحد، ها؟ أقترح بأن نعطيها فرصة. موافق. ياي. سنعلمك لعبتنا الجديدة، اسمها أنا الرئيس. كيف نلعبها؟ بسيطة، أنا الرئيس وأنتما تنفذان أوامري. حاضر سيدي الرئيس. جاهزون. اذهب وأحضر أكثر شيء تجده في البيت. حاضر سيدي الرئيس. جاهزون.